معاملة طبيعية باتت بحاجة إلى حماية أمنية استثنائية، مشهد ليس مألوفا إلا في مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث. في هذا المركز لم يقبل الموظفون معاودة العمل قبل تأمين الحماية لهم، ليس فقط من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي بل أيضا من الجيش اللبناني. لماذا؟ يعني مع احترام للجميع، بس 7-8 أشخاص ما بيهدوا مثلا 200 شخص، فاتوا كانوا 200 شخص ما عملوا شيء مش أكتر. والجيش حماية للوطن ولنا كمان. بعتوا كوم الأمن بس بعتوا 7-8 عناصر، 7-8 عناصر ما حيقوموا بالحماية الكاملة. فطلبنا نحن نكون الجيش اللبناني، لأنه بالجيش ما في مزح. كيف يعني ما في مزح؟ يعني خط أحمر. طمنهم أنه صار في تواجد لقوى الأمن ولقوى من الجيش كمان متواجدة موجودة. هيدي التطمينات على أي أساس عم بتصير؟ هل رح يكون في مراكز ثابتة للجيش ولقوى الأمن مثل ما أنتوا طلبتوا، يعني دايما يكون في حماية، ولا بس يومين ثلاثة وبعدين مننسى؟ المسؤولين معالي وزير الداخلية وسعادة مدير قوى الأمن الداخلي اللي وقريفي والوزير الدفاع كلهم اتصلوا وطلب، ونحن تمنينا انه هيدا يصير، انه تصير هالثابته، وعدوا انها رح تكون ثابته عندنا. واللافت ان هذه الساحه التي اعتادت على الزحمه والاكتظاظ بدت فارغه من السيارات، وداخل المركز لم يختلف الامر كثيرا. سياره او اثنتان تخرقان رتابه هذا النهار الطويل، والموظفون تبادلوا الادوار مع المواطنين وباتوا هم في حاله انتظار. وعندما تسأل المواطنين عن الإقبال، ما في حدا اليوم. ليه برأيك ما في حدا؟ بعد يمكن العالم خايفة بعد. وانت؟ أنا لا، تعودنا. لا، غايمة صيف ومرقت، هذا ماشي الحال، ما في شيء، طبيعي الميكانيك. شو طلع بالسيارة؟ عم بقولوا لي إنه ساقطة ميكانيك معاينة، وما بعرف شو هن الأسباب اللي حطينا كاتم الصوت، تسرب الغاز، خزان الوقود، حالة سيئة. هلأ شو رح تعمل؟ أنا بدي روح راجع عندهم برا وصلحها. ما رح تعمل مشكل يعني؟ لا أكيد، مثل من عمل قبل؟ لا أكيد. وهذه عينة عن مواطن تحت القانون لا يلجأ إلى السلاح لتفصيل قانون على قياسه. 200 سيارة فقط دخلت مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث، في وقت المعدل الطبيعي يصل إلى حد 2000 سيارة يوميا. وقد تكون هذه المعادلة البسيطة خير دليل على استمرار حذر وترقب المواطنين من الأجواء السائدة في المركز. جويس عائئة، MTV.